العسكوفي، يحاول محمد المرور بمفرده ولكن العكايشي خلص الكره، ترجع الكره للعكايشي، يلعب الكره صح، كهرباء، جول 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 جول، سجلها كهرباء الهدف الثاني للاتحاد الان 2-0 للعميد، يسجل كهرباء، لم يظهر كهرباء في البداية ولكنه أمر بأن تستقر الكرة في شباك الاتفاق 2-0 في الدقيقة 61 من مجريات زمن شوط المباراة الثاني. الاتحاد يتقدم، الاتحاد يتقدم الآن. شوف الكرة، يا سلام، انت عينك على تمريرة العكايشي، انت عينك على تمريرة العكايشي الذهبية، تسجل الآن للفريق الذهبي وتسعد معها أنصار الجماهير الذهبية. شوف الكرة من جديد لعبت، وكهرباء يسجل الآن، واثنين مقابل